طبعا هذا اللي تشوفون هو البيت الملكي، شفتوا حجمه، هذا الحضنة صغير يجي، بينما هذه البيوت الملكية. الخلية هذه تضطرد لضعوف، تتبدل الملكة لظروف معينة، أم الملكة تعبانة، أم كذا، كيف نتعامل معهن؟ اللي تطلع الأول تقتل خوياتها أو يتذابحن، حنا اللي بنقوم عليهن بالتقفيص، نبي نشوف عملية التقفيص. الآن أول ما تطلع الملكة تتغذى غذاء ملكات، عسل، مو بغذاء ملكات، فلذلك الآن كذا ما تقدر تقفص عليها، مضيق عليك هالخشب، تقوم بقصة، نقوم بقصة وتلزيقه فوق مع تلزيقه فوق مع قفص. نبي نجرب إن شاء الله. شوفوا الحين حنا سوينا ذولي، شفتوا كيف؟ هذه كلها ملكات مقفص عليه، لا طلعت تصير ما تتقابل الملكات. الآن شفتوهن، نبي نسوي بهن زي كذا. الآن إذا إحنا قصينا الملكة، هذه ملكة، إذا طلعت تاكل عسل، فلو قفصنا عليه على الجنب وطلعت وهي محجوزة ما تلقى عسل، مشكلة. فنجيبه عند العسل هنا، إيش، ونثبته، شايفين ثبته تثبيت كويس، لا ما شوي بس، ونحط عليه شمع نثبت البيت الملكي لا يطيح، شايف. وبعدين جيب هذا قفص، إلى قفص قفص، أيوة. بعدين إيش، قفص عليه، تطلع الملكات تصير، أيوة. بس الحين قفصنا على الملكة، احنا بحاجة ملكات، لأن المنحل الآن ما أنتج عسل، فنبي نضطر نحافظ على الملكات. الدنيا صيف، لكن عندنا درجة الحرارة اليوم الصباح أقل من 24، إن شاء الله أنه يصير تلقيح. المنحل فيه ذكور، أهم شيء فيه ذكور، وإن شاء الله ربكم يبارك ونطلع ملكات. طبعا كثير من النحلين بيعارضا، لكن الجود من الموجود. إذا لا يفوتك على ما قالت، يفوتك العسل والنحل، فلذلك لا تخسر نحلك. احنا ضمينا امس، وقبل امس ضمينا الخلايا هذه كلها الضعيفه، ضميناها للقويه على اساس نحاول نقويه، لعله ان شاء الله يقوم ثاني مره. انا الاقفاص كثير وتختلف، ومن منطقه لمنطقه. شوف هذول الجدد جبتهن، شوفوا كيف على طول تركب الشمع وعلى جنب، لان هذه اللي حطيناها بالخليه يصير يسكر البرواز اللي بجنبه زي كذا، ها. لكن هذه مع الجنب صايره، فربكم يبارك، الله يعين على التجارب.